طلعت مش انا بس اللي بحب الاكل النباتي الاقتصادي الحرش الجميل اللذيذ، عرفت ان انتوا كمان بتحبوه جدا جدا، وده من ردود فعلكم على حلقات يوم السبت. قد ايه الحلقه بتبسطكم؟ بتحسوا انه في اختلاف؟ بتحسوا انه في تغيير؟ بتحسوا انه في اكلات ممكن تتعمل وتبقى حلوه جدا بالبروتين النباتي مش الحيواني؟ النهارده الحلقه حلوه كالعاده، هتعجبكم جدا، كلها افكار حلوه قوي. الاكل ده اكل الناس الفيجيتيريان اللي بتتبع النظام الصحي اللي هو مفهوش لا لحوم ولا فراخ ولا مثلا سمنه ولا لبن ولا بيض. اليوم السبت ده بحاول دايما ان انا اخليه يوم هادي بسيط كله وصفات اكل نباتي. النهارده زي ما قلت لكم هنعمل يخني العدس. يخني العدس من الاكلات الحلوه جدا اللي انا جربتها وتعلمتها من الشيف العظيم اللي بوجه له تحيه كبيره جدا، مصطفى الرفاعي. طبعا شيف غني عن التعريف، وكنا نتعلم منه، وكنت يعني تقريبا بستمد كل خبرتي منه وهو علامه. الوصفه دي انا واخداها منه، يا رب اقدمها يعني ولو بحاجه كده بسيطه من طبعا خبرته في المطبخ. اليخني العدس ده لو دقتوه جربتوه هيعجبكم جدا، بسيط خفيف لطيف صحي جدا، مناسب لوقت الحر اللي احنا فيه، الاكلات اللي هي بروتين عالي جدا ان احنا نعملها بالعدس بالجبه. تعالوا نقول المقادير، يلا بينا. هنعمل يخني العدس عباره عن ايه؟ عباره عن زيت زيتون، ثوم مفروم، واحده بصله مفرومه، فلفل اخضر مفروم، جزر مبشور، اعواد كرفس، بقدونس مفروم، بشر ليمون، نص عصره ليمونه، صلصه طماطم، طماطم مكعبات صغيره، ملح وفلفل اسود، وكوبايه ونص عدس مسلوق. دي بالظبط المقادير الشيف العظيم مصطفى رفاعي عملها، يعني هي بالظبط مش وصفتي، وصفه الشيف مصطفى رفاعي. اول حاجه هنا انا بجيب اي حاجه عندي على البوتاجاز، مثلا ووك حله على قد الكميه اللي عندي. العدس يا جماعه مسلوق، العدس ايه؟ مسلوق. فانا سلقه العدس كده وبعدين هشتغل. منقوع طبعا، العدس اللي بجبه لازم يتنقع شويه وبعدين نسلقه، تمام كده؟ هو احنا نقعناه وسلقناه، هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه حاجات حلوه جدا. اول حاجه طبعا هنجيب رشه الزيت الزيتون نحطها، واجمل الاكلات بزيت الزيتون. في اي حاجه حطوه، الحاجه تبقى سخنه، الوقت تبقى سخنه، الحله تبقى سخنه، الطاسه تبقى سخنه، وبعدين احط الزيت، ودي طبعا قلتها في حلقات كتير. ماشي، هحط بقى البصل. هو مش بس بروتين نباتي عالي ملوش اي اضرار، لا ده كمان في تناغم من الخضار الحلو جدا الجميل اللي هيعلي القيمه الغذائيه للطبق وكمان الطعم. انا بعمل ايه بقى؟ نقلب بس البصل كده شويه، ماشي، حبه حلوين، وبعدين طبعا نحط ايه؟ الثوم المفروم. يبقى انا حطيت بصل وثوم. انا مش عارفه انتوا زيي من الناس اللي بتحب جدا ريحه البصل والثوم وهو بيتقلب في الزيت او السمنه، انا من عشاق، يعني من اجمل الروايح اللي بحبها هي البصل والثوم يا جماعه، وهما كده على النار بيتقلبوا مع الزيت او السمنه او الزبده. ماشي، اهو قلبتهم تقلبتين حلوين. عندي بقى ايه؟ حاجات كتير عايزه انزل بيها. اول حاجه هنزل بيها هي الجزر، اهو متقطع كده مبشور قطع زي ما انتوا شايفينها. قلبها برضو تشويحه. الجزر ريحته بدات تطلع كمان مع الثوم والبصل، اهو. على فكره حلاوه الاكل اللي فيه خضار ان احنا ما نخليش الخضار يستوي قوي، حلاوته ان هو يبقى فيه قرشه كده، القرشه دي تخلي طعمه حلو جدا على فكره، احسن ما يكون كله كده مستوي قوي. فالخضار ان احنا نخليه فيه قرشه دي اللي هو قطمه من الحاجات بتبقى حلوه جدا في الطعم. ماشي، طيب هحط ايه بقى دلوقتي؟ الخضار عندنا اهي، كرفس بقى، كرفس يا على الطعم ويا على الريحه، مش الطعم بس. ماشي، ودي اهو الفلفل كمان عندي،
الكرفس ريحته طلعت مش ممكن من الاكلات اللي اي اكله بيتحط لها كرفس. بصوا بتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه كده ليها طعم حلو مختلف غير اي خضار تاني. خلاص طيب هحط ايه بقى؟ بشره ليمون كمان تخلي الطعم حلو قوي قوي. ماشي اخر حاجه بحطها الطماطم متقطعه مكعبات كده عشان دي اخر حاجه ما بتاخدش ايه وقت وانا مش عايزاها مهريه قوي. ريحتها رهيبه. نحط بقى الصلصه عندنا. الله 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 شايفين اصلا ملون ازاي؟ حكايه. واخر حاجه بقى ايه؟ الطبق ده اخد مننا تجهيزه حاجه ولا اي حاجه، خدش معانا وقت خالص بس حلو جدا، طعمه حلو قوي، بسيط، عالي القيمه الغذائيه، ملوش اي اضرار صحيه. البروتين النباتي ملوش اي اضرار صحيه. بس كده وقلب بقى. الله نسبه وتناسب. احط عايزه الخضار يكون باين مع العدس عشان يطعمهولي برضو، ما احطش ايه كتير والاقي الخضار اختفى. الله بس كده قلبه ونزل كل حاجه ياخد ويدي كده وارجع احط له ايه اخر حاجه معايا. روق الدنيا. فاضل لنا ايه بقى؟ نحط له العصير الليمون. الله 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 بصوا بقى عصير ليمون كده عليه كمان ورشه ملح. شايفين بسيطه طبعا اختياري طبعا الملح ورشه فلفل اسود. بصوا بقى بدا ايه يكون فيه صوص قليل ازاي، هو مسلوق بس هينزل ايه شويه صوص. طبعا الطبق ده ريحته تجنن على قد ما هو بسيط على قد ما الكرفس تناغم الحاجات اللي فيه، كرفس مع جزر مع طماطم مع الخضره اللي احنا حطيناها مع الليمون مع العدس طبعا مخلي ريحته تجنن. الفلفل طبعا طبعا. الاكله دي بقى تتاكل تتقدم كده الناس اللي هي عايزه تعتمد على البروتين بس، فهي هتاكله مثلا بمعلقه بشوكه يتقدم كده، ممكن تحط على رز، ممكن تحط تعمل سندوتشات. بصوا يعني تقدم بكذا طريقه، المهم بروتين عندنا زي ما قلت لكم النشويات مقدور عليها. اهو بقى جاهز عندي، هجيب حاجه بقى واقدمه فيها. العدس مسلوق خلاص عشان كده ما بياخدش وقت معايا خالص. عايزه ادوقه لانه بجد بجد حكايه، فهدوقه هدوقه. ريحته تجنن. خطير بمعنى كلمه خطير. كمان مشطشط شويه الليمون، كرفس، الجزر، تحفه 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 تحفه. مش عايز اي حاجه، مش عايز اي حاجه، عايز تاكل بس بالشوكه كده بس كده. تعالوا بقى نجيب حاجه نقدمه فيها. نجيب الطبق ده الحلو بتاعنا، بحب اقدم فيه الحاجات الحلوه دي بس كده. خلاص استوى معايا مش عايز حاجه تاني هقدمه. يلا بينا. اهو بس كده. واحط عليه بقى اي حاجه خضرة عندي او هو كمان مش محتاج حاجه من كتر ما الالوان اللي فيه عامله شغل رهيب. هو مش محتاج يتذوق ولا يحتاج محتاج يتحط له حاجه، هو لوحده حكايه بجد بجد هيعجبكم جدا. احنا كده خلصنا ايه اول اطباقنا
الحكايه اهو ونقدمه. ريحته حلوه قوي بجد، هيعجبكم جدا. تسلموا، ربنا يخليكم. طيب ايه هنعمل؟ ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم. هنروح فاصل صغير ونرجع لكم بسرعه، استنونا نكمل احلى حلقتنا.